أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. في الجزء 15 من القرآن الكريم يحدثنا ربنا تبارك وتعالى في مطلع سورة الإسراء، والتي تسمى أحيانا بسورة بني إسرائيل، يحدثنا عن إفسادتين لبني إسرائيل يرتبطان بعلوهما وتمكنهما وسيطرتهما في الأرض. اليهود كما وصفهم الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. ففساد اليهود ليس مرتين فقط، وإنما الفساد هذا ملازم لهم دائما. واقرأ ما ذكره الله تعالى عنهم من قتلهم للأنبياء والداعين إلى الله، ومن تحريفهم للتوراة، ومن نسبتهم كلاما ليس لله ويدعون أنه لله، إلى غير ذلك مما هو مشهور ومعروف. فإذا خص الله تبارك وتعالى من بين هذه الإفسادات إفسادتين بالذكر، دليل على إن المسألة يعني مش الإفساد العادي ولا الطريقة المعتادة الملازمة ليهم، إنما هذا إفساد مرتبط بعلو واستكبار وتمكن وما إلى ذلك. الله تبارك وتعالى يحدثنا عن هاتين الإفسادتين فيقول: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. أعلمنا وعرفنا اليهود أن لهم إفسادتين في الكتاب، في التوراة التي نزلت على سيدنا موسى عليه السلام. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن، واللام هنا للتوكيد والنون للتوكيد، يعني أمر لا يحتمل الوقوع وعدمه، إنما لابد أن يحدث. لتفسدن في الأرض، انتشار هذا الفساد بحيث يكون عاما ومنتشرا على مساحة أوسع وليس مقصورا على مكان بعيده. لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. ولتعلن علوا كبيرا، وعلوا مفعول مطلق، وكبيرا صفة لهذا المفعول، يعني ده مفعول مبين للنوع، علو مش عادي، وإنما سيطرة وسلطان وقدرة وتمكين ويعني أشياء كثيرة ترتبط بهذين الإفسادين. كثير من المفسرين القدامى نظروا إلى المسألة على أن الإفسادتين حدثتا قبل الإسلام، وربما كانوا معذورين وقت هذا الكلام لأن المسلمين كانوا متمكنين في الأرض، وكان اليهود مستذلين ومتفرقين في شتى أنحاء الأرض. ما كانوا يتخيلون في أي يوم من الأيام أن يأتي اليهود ويتجمعوا ويصبح لهم سلطة وقوة ودولة تتحكم في العالم ككل، ففسروها على أن ذلك كان قبل الإسلام. لكننا إذا نظرنا إلى الآيات نظرة موضوعية سنجد أن هاتين الإفسادتين في ظل الإسلام. وجودها هذا الكلام في حديث القرآن الكريم، في حديث القرآن الكريم عن بني إسرائيل، يدل على أن هذه القضية ستحدث في ظل الإسلام. الإسلام ثم الكلام اللي موجود في ثنايا الآيات يقول لك إنه ده بالفعل في ظل الإسلام مش في ظل حاجة قديمة. اقرأ كده: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدون في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما، وبعدين قال فإذا جاء وعد الآخرة اللي هي الثانية منهم. كلمة إذا بتدل على حدوث شيء في المستقبل، يعني ما حدثش وبنخبر عنه، إنما
إذا حدث. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. عبادا هنا تدل على أنهم موصولون بالله سبحانه وتعالى ومنصورون بنصر الله عز وجل لهم. وهذا لا ينطبق على من قيل إنه مختنصر ولا أمثال هؤلاء، لا، إنما هؤلاء عبادا مشرفين بأن ينسبوا إلى الله تبارك وتعالى. ولذا قيل إن الإفساد الأول حدث عندما تمكن اليهود قبل ظهور الإسلام من جزيرة العرب وأصبحت لهم الكلمة المسموعة على كل القبائل الموجودة في المدينة المنورة وما حولها، ثم لما أفسدوا في الأرض وحدث هذا جاء الإسلام وأزال هذا الإفساد وانتشروا مرة أخرى في أرجاء الدنيا. بعد كده قال إيه بقى؟ فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم. ثم في اللغة العربية بتفيد الترتيب والتراخي، يعني في مسافة ما بين الإفساد الأول والثاني. وده اللي حصل، إن ده كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، واللي بيحصل دلوقتي ده بينه وبين حوالي 1400 سنة هو. فإذا جاء وعد فإذا ثم ثم رددنا لكم الكرة عليهم. الأولانيين هم نفسيهم اللي انتوا هزمتم بأيديهم، سنرد لكم الكرة عليهم. وقد حدث هذا عندما تخلى المسلمون عن الإسلام وارتضوا مناهج الأرض وسيطرت عليهم قوى الاستعمار الشرقي والغربي، مكنوا اليهود وأصبحت لهم دولة، ووعد بلفور أعطاهم حرية بناء وطن قومي لهم في أرض فلسطين. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، يبقى دول هم دول ما اختلفوش يعني. وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. الله عز وجل أراد أن يبتلي المسلمين بهؤلاء، فمكن اليهود وليست لهم ذاتية، إنما هم شعوب متفرقة وناس يعيشون في أرجاء الدنيا، لكن ربنا يجمعهم ويدي لهم سلطة ويدي لهم قوة ويجعلهم أكثر نفيرا. إذا ما استغاثوا بأحد يهبوا لنجدتهم، وهذا ما هو ما حادث اليوم. أمددناكم بأموال، كل أموال أمريكا وأوروبا بالمليارات الملايين المملينة تأتي إلى اليهود، وبنين تأتي الهجرات من الشرق ومن الغرب ومن أوروبا ومن إثيوبيا ومن روسيا وكله. أمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ويقول إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. وإن هنا فيها معنى بعد حدوث هذا الأمر، يعني سيظل اليهود لن يتغيروا. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى ربط ما بين وجود اليهود ووجود الإفساد، ألا تفسدن في الأرض مرتين ويسعون في الأرض فسادا. فيخطئ من يظن أن اليهود أصحاب مبادئ وأخلاقيات وأنهم يتعاونون مع الشعوب الأخرى، هذا بعيد تماما ويتنافى مع طبيعة اليهود ومع ما قاله الله تبارك وتعالى عنهم. يقول إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، وهذا على سبيل الإيه؟ على سبيل الشك في إنه يحدث الإحسان. ثم تعود الآيات مرة أخرى، فإذا جاء وعد الآخرة، ما سمهاش الثانية، الآخرة. وهذا دليل على أن هذا التمكن والإفساد هيحصل مرة أولى ومرة آخرة، ما يتحصلش تاني خلاص. بعد ما ينتهي هذا الإفساد الثاني أو الآخر كل شيء سينتهي، وسيعيش اليهود كما كانوا من قبله متفرقين متشرذمين في مناحي الأرض كلها. فإذا جاء وعد الآخرة، ارجع قبل كده لآية في سورة الإسراء في الآخر هناك، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. قبل أن يأتي وعد الآخرة
هيحصل ايه؟ ربنا هيجمع شتات هؤلاء اليهود ويجمعهم في مكان واحد ليتحقق وعد الله تعالى لهم بالهزيمة في هذا الوعد. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. المسجد المعني به هنا هو بيت المقدس. طيب كما دخلوه أول مرة، في المرة الأولى، في المرة الأولى دخله المسلمون وكان تحت سلطان الصليبيين النصارى، فتعتبر الدخلة الأولى لم تكن إساءة لليهود إنما إساءة للنصارى. في هذه المرة الإساءة اختلفت، لأن الذين يملكون زمام الأمر في المسجد الأقصى هم اليهود. فقال الله تبارك وتعالى: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. كما دخلوه أول مرة كان في أول مرة بأيدي ناس، والمرة دي بإيد ناس مختلفة تماما. وليدخلوا المسجد إشارة أيضا إلى أن هذه كلها وعود وعد الله تبارك وتعالى بها ولا بد أن تتحقق. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، وكلمة ليسوءوا الضمير عائد على عباد صالحين، ويسوءوا وجوهكم، وجوهكم عائدة على اليهود. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، ليدمروا وينزلوا هذا العلو المادي والعلو المعنوي ويصبح أثرا بعد عين. هذه وعود الله سبحانه وتعالى. وليتبروا ما علوا تتبيرا، وهذا فيه بشارة للمسلمين. مجيء اليهود ليس نكاية في المسلمين وليس شيئا معيبا في حق المسلمين، إنما هي السنة، سنة سنها الله تبارك وتعالى. أنتم مسلمون أعزاء ترتقون إلى الأعلى طالما أنكم على إيمان، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. طب تخليتم عن الإسلام وبعدتم عن مصدر الهداية، ربنا يسلط عليكم أعداءكم ويأتي بهؤلاء اليهود ليكونوا وسيلة وطريقة لإهاجة مشاعر الإسلام لديكم مرة أخرى. فدي مصلحة. الحق والباطل دائما في صراع، ووجود الباطل هو الذي يظهر الحق. فمجيء اليهود إلى هذه الأماكن هي من ترتيبات الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم يا بني إسرائيل، جئنا بكم لفيفا. ويبقى بعد ذلك أن يعود المسلمون ليتحقق لهم وعد الله تبارك وتعالى، ليكونوا كما كان آباؤهم الأولون عبادا لنا، لا قومية ولا فلسطينية ولا عربية ولا سياسية ولا صراع مصالح، وإنما عبادا لنا، ناس مؤمنين موحدين بالله سبحانه وتعالى، يتعاملون مع القضية على أنها دين وعلى أنها وعد من الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذا: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. هيقاتل المسلمون اليهود، المسلمون يقاتلون اليهود فين؟ في العالم كله وهم في حواري أو أزقة أو شوارع؟ لا، إنما يجمعهم الله تبارك وتعالى مرة أخرى. وقد تحقق هذا في واقعنا المعاصر، والحمد لله بدأ المسلمون يفيقون، وأصبحت قضية فلسطين وقضية القدس ليست خاصة بشعب فلسطين وحدهم، وإنما أصبحت قضية الأمة المسلمة جميعها. ف
فلا بد من أن نعود إلى الله وأن نقابل اليهود الذين بنوا دولتهم ووطنهم وقوميتهم على أساس من دين، أن ندخل بسم الله وعلى بركة الله، وأن يكون هذا تنفيذا لوعد الله تبارك وتعالى وإشارة إلى أن النصر قادم وإلى أن وعد الله عز وجل آت. فإن تأخر فنحن السبب، وإن صرنا على النحو الذي يرضي علينا ربنا، الذي يرضي عنا ربنا تبارك وتعالى، ساعتها ستنتهي القضية ويكون النصر إن شاء الله تبارك وتعالى. فالمستقبل إنما هو للإسلام، المستقبل إنما هو للمسلمين، وعلينا أن نكون أهلا لنصرة هذا الدين، وأن نحمل راية التوحيد لله سبحانه وتعالى، ولا نعطي فرصة لعلمانية ولا لشيوعية ولا لليبرالية ولا لقومية ولا لأي شيء. فهذه كلها رايات سرعان ما تسقط على الأرض ولا تحقق أي فائدة، ولا يعلو دائما وأبدا إلا كلام الله سبحانه وتعالى. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، وعد بنا إليك عودا حميدا. أنت ولينا، فنعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خيرا.